محببتنا يقول والله يعصمك من الناس، معناه إن هذا بعد موته، هذا في حياته وبعد موته عليه الصلاة والسلام، أن الله يعصم نبيه من كل من أراد به سوءا، وإن آيات الله عز وجل في من وقع في النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد موته معلومة. ما من إنسان يقع في رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا ينتقم الله عز وجل منه شر انتقام، لأن الله عز وجل هو الذي قال إيش؟ إن كفيناك المستهزئين، ألف ولم تفيد الاستغراق، سواء في حياته ولا بعد موته، وقال إن شانئك هو الأبتر، أيضا تفيد الاستغراق في حياته وبعد موته عليه الصلاة والسلام. والله يعصمك من الناس في حياته وبعد موته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.